بكم في ملفنا الأول. الحدود الشمالية الإسرائيلية تشهد توترا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفر شوبا ردا على إطلاق صاروخ من نوع كورنيت سقط جزء منه داخل إسرائيل. تحرك جاء بعد تصريحات لحزب الله قال فيها أن قوات الجيش الإسرائيلي اتخذت إجراءات خطيرة ببناء سياج في قرية الغجر. وبعد هذه التطورات دعت قوات اليونيفيل الجانبين الإسرائيلي واللبناني إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تتفاقم وتفاقم الأوضاع، لا سيما وأنها تأتي في وقت تعمل به إسرائيل على إخلاء الخيام التي نصبها حزب الله في داخل مزارع شبعة. إذن من يقف وراء هذا التحرك؟ وهل يمكن أن نشهد جولة تصعيدية بين حزب الله وإسرائيل في هذه المرحلة؟ نناقش بعد هذا التقرير. الحقيقة ضبابية تماما كالسحب الدخانية الصادرة من المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان. الجيش الإسرائيلي أطلق 15 قذيفة صباح اليوم باتجاه تلال بلدتي كفر شوبة وكفر حمام في جنوب لبنان. قصف مدفعي يأتي ردا على سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الأراضي الإسرائيلية. لعبة الضرب والرد التي لا تنتهي بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي تزامنت مع توتر عال في الضفة الغربية ومع انتهاء حملة عسكرية إسرائيلية على مخيم جنين. الفصائل الفلسطينية لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، وكذلك حزب الله رغم نشر الحزب بيانا تزامن مع أصوات الانفجارات يدعو فيه الدولة والشعب للتصدي للإجراءات الإسرائيلية من تسوير وبناء جدار إسمنتي في القسم اللبناني من بلدة الغجر الحدودية. ساعات على الحدث الأمني في الجبهة الشمالية، ولا زالت المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتخبط بشأن الجهة التي أطلقت الصاروخ بين الاعتقاد بأن الفصائل الفلسطينية هي التي فعلت كنوع من التضامن مع أهالي مخيم جنين، وبين الترجيح أن حزب الله وحده هو من يمتلك هذا النوع من قذيفة الكورنيت، لا سيما وأن الموقع المستهدف مطابق لما جاء أعلاه في بيان الحزب. تصعيد يأتي رغم الاعتقاد الإسرائيلي بأن حزب الله غير معني بمواجهة عسكرية مباشرة، وكمؤشر على ذلك تفكيكه لخيمة أقامها في الأراضي الإسرائيلية، إلا أن مصادر مقربة من الحزب عزت تفكيك الخيمة لضغوط مورست على الحكومة اللبنانية لا الخوف من معركة عسكرية مقبلة. ونقاش هذا الملف أرحب بضيوف ينضم إلي من واشنطن أستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا بك معنا كما انضم إلي هنا في الاستوديو. دكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط أهلا بكما، ودعوني أن أبدأ معك دكتور حسن هذا التحرك، نتحدث عن صاروخ كورنيت أطلق باتجاه إسرائيل وتحديدا تجاه قرية الغجر، تحرك يمكن القول أنه جاء بعد بيان لحزب الله استنكر فيه بناء الجدار في قرية الغجر، هل يمكن قول أن بالفعل حزب الله هي من تقف وراء هذا التحرك؟ يعني بداية لابد من تعديل بعض المعلومات، يعني علينا أن نفصل ما بين الأمرين، ما بين البيان الذي أصدر من قبل حزب الله بشأن الخط الأزرق وما يتعلق في شمال قرية الغجر، وما بين القصف لقذيفتان، وهذا ليس صاروخ كورنيت ولكن قذيفتان أطلقا من منطقة سهل كفر شوبة أو ما يسمى في جبل الروس، وأنا ابن قرية الغجر وأنا أعرفها جيدا المنطقة وتعرف جيدا. نعم، القذيفة الأولى سقطت في على الجدار جنب الجدار على نهر الوزاني، والقذيفة الثانية سقطت في جانب اللبناني في إحدى السهول. ولكن لماذا لا يمكن دكتور حسن ربط الأمرين؟ لأنه أولا يعني حزب الله ليس يعني له أي أمر الآن في بالنسبة للقصف، أما بالنسبة للأمر الآخر ويتعلق بالخلاف الناشئ في كفر شوبة. اليوم الدعاء الإسرائيلي بأنه الخط الأزرق هو الحدود بكفر شوبة، الجيش الإسرائيلي اخترق الخط الأزرق إلى الجانب اللبناني، وشاهدنا ما حصل قبل أسبوعين من يعني المواجهة للجيش للجرافات الإسرائيلي والمطالبة بأن تعود. قام حزب الله ونصب خياما له خيمتان في الجانب بعد الخط الأزرق في الجانب يعني الحدودي على إسرائيل، فهناك احتجاجات على الموضوع. إذا إسرائيل تريد
أن يكون الخط الأزرق هو الخط الفاصل ما بين الجانبين. إذا قرية الغجر في نصف قرية الغجر هناك يمر الخط الأزرق والنصف الشمالي هو يعد لبناني. إذن على إسرائيل أن لا تعمل أي جدار ولا أي حائط إسمنتي في شمال قرية الغجر، لأنه يعني حسب الخط الأزرق وحسب الأمم المتحدة إنه هذا تابع إلى أراضي اللبنانية. وعلينا أن ننوه يعني للجميع من المشاهدين بأنه قرية الغجر لم تكن يوما من الأيام اللبنانية، هي قرية سورية وحدودها معروفة مع لبنان. غير ذلك إنه الأهل سكان قرية الغجر لهم أيضا بعد أراضي في ما خلف الجدار، وأهل الميري يعني يستغلون هذه الأراضي في الزراعة وهي تابعة لسكان من قرية الغجر، وهذا معروف يعني حتى لدى الجانب اللبناني. هي موضوع منافسات ومناقشات. أعتقد بالنسبة للقذائف يعني ربما هناك فصيل من فصائل الفلسطينية هم من قاموا في هذا القصف وليس يعني حزب الله، لأنه هذه النوعيات من القذائف يعني عادة لا تطلق من قبل حزب الله إلا أحد الفصائل الفلسطينية. ولذلك لا يوجد أي ربط. أنا أعتقد أنه ما حصل في لبنان هو نوع من الرد أو معركة الساحات، دعينا نقول الساحات الفلسطينية لما حصل في جنين. أريد أن أستمع دكتور حسن إلى رأي دكتور مشاء العادل الذي ينضم إليه، وهو الكولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي. أهلا بك دكتور مشاء. معنا دكتور مشاء، نتحدث عن كل التحركات التي جرت اليوم على الجبهة الشمالية. حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تحدد الجهة التي أطلقت هذه القذائف الصاروخية، ولكن نتحدث عن قذائف أطلقت بعد ساعات من بيان استنكر فيه حزب الله بناء جدار في قرية الغجر. من برأيك يقف خلف هذا التحرك؟ طبعا هذا اللي حصل في الساعات الأخيرة حصل في السابق طبعا، ودائما المسؤولية يجب أن تكون مسؤولية لبنانية أولا، وثانيا مسؤولية حزب الله. يعني الفئات الفلسطينية لها طبعا مسؤولية محدودة، والمسؤولين بشكل عام كل ما يحصل في هذا الشريط الحدودي طبعا حزب الله، ما يسمى بالابتزاز يوميا كان بالسابق، يعني أن حزب الله تحاول أن ترى يعني لأين إسرائيل تريد أن تحدد هذه الاستهدافات. أعتقد أن حزب الله عارفين بالضبط أن إسرائيل تعرف كل شيء اللي بيحصل هنا، عيون إسرائيل مفتوحة دائما على هذه الحدود، والمسؤولية الكاملة عن حزب الله وليس عن الفلسطينيين. وإذا كان الغاد الفعل كان ضد حزب الله وليس ضد الفلسطينيين، وهذا إشي واضح. نعم دكتور مشاء، ابقى معي لو سمحت. أستاذ توم، استمعت إلى ما طرح هنا، برأيك يعني كيف تقرأ هذا التحرك الذي حصل اليوم؟ أول مرحبا لك لورين والدكتور حسن والدكتور موشي. هلا أنا القراءة لنا حزب الله على ضغط كبير اليوم على الساحة اللبنانية، وخاصة بعد التوتر بمخيم جنين بالضفة، والشعب اللبناني يقول لحسن نصر الله أنت معطل الانتخابات في لبنان، أنت ماسك الحكومة كلها، أنت عم بتعطل أي جهد حتى اقتصادي في البلد، والجبهة مفتوحة للقضية الفلسطينية بين الإسرائيليين، ليش ما بتحول 100 ألف صاروخ اللي عندك والمئة ألف مقاتل لتحرير فلسطين؟ فما الناحية هايدي بهالزاوية اليوم أنا بتصور هناك في مجموعات عم بتحاول الدس. هلأ بيعرف حسب نصر الله وحزب الله أنه فتح جبهة الجنوب اللبناني على إسرائيل رح تدمر حزب الله، ولكن مثل ما قال الدكتور حسن ربما هنالك مجموعات فلسطينية تستغل أما عم تحاول تجر حسب نصر الله، ولكن المجتمع اللبناني المتعاطف مع حسب نصر الله عم بيسألوا لماذا لم تتدخل مع القضية الفلسطينية. هلأ طبعا بدون شك الوضع بجنين مختلف كليا حسب الموقف الإسرائيلي
الرسمي هنالك مجموعة إرهابية ضمن المخيم ويحاولون أن يفككوا هذه الخلية الإرهابية الفلسطينية التي تأتي ضمن الحدود الإسرائيلية وهنالك تقوم بالأعمال الإرهابية. هذه القراءة لنا إن كان من الولايات المتحدة، أما حتى القراءة في المجتمع اللبناني، والمجتمع اللبناني آخر هم آخر شيء بعد المشاكل اللي عنده أنه تتوتر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، لبنان لا بقى يتحمل البنية التحتانية، ما بقى فيها شيء، كل شيء تقريبا بالفشل بالزوال، ما في إلا الموسم الاقتصادي الصيفي، ولكن الأمن القومي أنه فوق أي موضوع اقتصادي بالوقت الحاضر. ولكن كيف تقرأ كل ما يتعلق ببيانات حزب الله التي صدرت اليوم بشأن الجدار الذي يعني تم بناؤه في قرية الغجر؟ نعرف أن الجدار ربما دكتور حسن يعني تم بناؤه قبل عام تقريبا، أليس كذلك؟ أكثر من عام. كيف يمكن قراءة أستاذ توم هذا؟ نعم، هذه التصريحات يعني هو تتظل حامي سلاحه ويقول أنا سلاحي ضروري. هو ساعة بيطالب بمناطق فرشوبة اللي هي بالفعل الخلاف اللبناني السوري وليس مع إسرائيل. صحيح. المشكلة مع الفرشوبة هي تعود إلى الخمسينات، وراح كتلة بين الجيش اللبناني والسوريين في ذلك الوقت، ولم يتم أي تحقيق بالفعل لتحديد هذه الحدود. هلأ موضوع الغجر مثل كذلك الأمر، هو الدكتور حسن قال أنه هي موجودة، الجهة اللبنانية بيعتبروا اللبنانية هي موجودة بالفعل بالجهة السورية، ويجب أن يكون هنالك أنا برأيي بغض النظر استفتاء للجهتين بأي جهة الشعب بغجر بده يكون، بالجهة السورية أما بالجهة الإسرائيلية، ويتم تبادل أراضي بغير منطقة تجاه هذه المنطقة لحل أي نزاعات، لأنه في نزاعات عديدة منها بكل دول العالم، ولا يفتحوا حروب دولية مثل ما صار بأوكرانيا اليوم مع الروس لأجل ضيعة محدودة المساحة. فيجب استفتاء عليها والشعب يعطوا الخيار وهنالك يحددون الخيار النهائي لها. نعم دكتور حسن، يعني بالفعل الوضع اللبناني صعب جدا، نتحدث عن فراغ رئاسي وسياسي، هل حزب الله يعني يمكن القول أنه يريد في هذه المرحلة جر لبنان وأن يقوم بجولة تصعيدية مع إسرائيل؟ لأننا نرى يعني كل هذه التحركات لربما في نهاية المطاف ستجر الوضع الجانبين إلى حرب، ونتحدث أيضا عن الخيام التي نصبت في شوبة. يعني الموضوع بالنسبة لحزب الله، أنا لا أعتقد أن حزب الله يريد أي مواجهة الآن أو يفتح أي جبهة مع إسرائيل. الموضوع هو موضوع يتعلق فقط في المسار الدبلوماسي، يعني إسرائيل توجهت إلى شكوى للأمم المتحدة، هناك ضغوطات على حزب الله بإزالة الخيام وإلى ما هنالك، ولكن إزالة اليوم واحدة وبقيت الثانية. نعم، فإذا كان هناك كما أسلفت سابقا أنه الخط الأزرق يعمل في كفرشوبة، إذن عليه أن يعمل في قرية الغجر. قرية الغجر يعني تحدث سيد توم وأنا كمان أعود وأكرر أنه هذه القرية هي قرية سورية احتلت عام 67. يعني لمن لا يعرف، بعام 67 نحن حتى يعني لم نخضع إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، لأنه حسب الخرائط اللي كانت موجودة لدى الجيش الإسرائيلي أنه هذه القرية لأنها كانت حسب التقسيم سايكس بيكو أنه هي تابعة أراضي اللبنانية، ولذلك وصلوا حوالي 3 كيلومتر من الغجر وتوقف هناك الجيش الإسرائيلي، وبقينا حوالي 6 أشهر لم نعرف لأي جهة نحن نتبع، وكل من هجر يعني له أولاد أو يتعلمون في سوريا وعبر إلى جسر أبو زبلة من للبنان، لبنان حملوهم في الشاحنات ونقلوهم إلى سوريا بشكل مباشر، فلأنهم مواطنين سوريون ويحملون الهوية السورية وإخراج قيد سوريا إلى، والعمل كله كان في سوريا، وحتى كان من يخالف ويذهب إلى لبنان حتى عام 67 ويلقى القبض عليه من قبل الدرك اللبناني كان يسجن ويدفع هذا. ففي العملية هاي بعد ما توجهنا إلى الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي قال إحنا إنه هذا أنتم تابعين للبنان، علينا إنه خاطب اللبناني، خاطبوا لبنان عن طريق الصليب الأحمر. الصليب الأحمر جواب لبنان كان إنه هاي قرية سورية ولا علاقة لنا فيها، ودخل الجيش الإسرائيلي بعام 67. هناك أراضي زراعية إلى سكان قرية الغجر غير القرية نفسها حوالي 11200 دونم، يعني إعادة نصف الغجر إلى اللبناني اليوم، يعني راحت كل هاي الأرض الزراعية اللي هي ملك طابو
لأهل البلد وهذا. فلذلك الخيار كان في بعد الانسحاب بعام 2000 أنه تبقى الغجر كلها موحدة بالتوافق مع الأمم المتحدة. كان بيدرسون لديك الوقت أو شخص تاني لا أذكر اسمه، وتم التوافق على هذا على هذا الموضوع، وبقيت الغجر إلى ذلك الأمر. نحن اليوم يعني عامين على إنشاء الجدار والجدار الشائك والحائط الذي يتحدثون عنه، وبذلك يعني لم يتحرك أي ساكن من الجانب اللبناني. لماذا اليوم؟ اليوم لأنه مشكلة كفر شوبة هي التي تحدد اليوم، وأعتقد هي بروباغندا إعلامية فقط للحوار فيما بينهم لا أكثر ولا أقل، وهو لا يريد أي هذا. وكل الموضوع القصف اليوم هي فشة خلق، لأنه كان هناك منادات أين الساحات وباقي الساحات، ولماذا لم يتدخلوا في موضوع جنين؟ فقصف 6 صواريخ من غزة، وقنبلتين هذول كانوا من لبنان. نعم دكتور موشى، يعني بالفعل فيما يتعلق بكل تحركات حزب الله وتحديدا فيما يتعلق بخيام حزب الله في شوبا، لا نرى بالفعل أنه في هذه المرحلة ربما حزب الله معني بإخلاق كامل الخيام، نتحدث عن إخلاق خيمة في المقابل يعني الخيمة الأخرى بقيت وتم تكثيف عدد الأشخاص الذين يتواجدون هناك، ونعلم أن كانت جلسة مقررة للكابينت في 16 من هذا الشهر وتم تقديمها إلى يوم الأحد المقبل أي بعد يومين تقريبا. ما المتوقع من إسرائيل وما خيارات إسرائيل في حال لم يقدم بالفعل حزب الله على إخلاء هذه الخيام؟ أعتقد أن المشكلة مش مشكلة الخيام، المشكلة مشكلة سياسة لبنان أو سياسة حزب الله على الشريط الحدودي. زي قلت بالأول، يعني نحن إلنا حدود سليمة وحدود هادية مع مصر، مع الأردن، حتى مع السوريين، مع الجميع. إسرائيل ما لاش أي علاقة بفتح معركة جديدة، وما فيش أي علاقة بين ما حصل في جنين وبين ما حصل باللبنان، باستثناء عن وجود المحاربين في جنين بتأييد كامل من الإيران مثل حزب الله بالضبط. ولكن بالنسبة للشريط الحدودي اللبناني، أريد أن أقول أن سياسة إسرائيل ليس فقط من جلسة الكابينت ولا من الوزراء السائرين، أقولها بشكل واضح. يعني لبنان فهمت في 2006 يعني ما تقدر إسرائيل تعمل إذا مثلا الإرشادات والتعليمات الإيرانية لحزب الله توصل إلى وقت إلى إطلاق نار. ولكن المشكلة كمان مرة مش مشكلة شوبا ولا مشكلة رجب ولا مشكلة الخيام، المشكلة أن حسن نصرالله الذي موجود تحت. عذرا دكتور موشى، أريد أن أنوه. لو سمحت. نعم تفضل. أطول فترة رادع من قبل كل دول العرب هي فترة لبنان 17 سنة. ما كانش أي فترة أن إسرائيل كانت بقوة رادع ضد أي واحد، وهذا الدليل على ذلك. أقول خليك ساكت في المنطقة يا أبو يا حسن نصرالله، لأنه إذا تفتح نار والله أعتقد أن لبنان راح ترجع مش 40 سنة لورا، 70 سنة لورا يعني. وستستمر بهذه النقطة فقط. عذرا دكتور موشى، أريد أن أنوه إلى هذه التصريحات العاجلة التي تصدر من الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، وذلك بعد العملية التي حصلت اليوم في كدوميم. يقول الناطق باسم كتائب القسام أنه عندما قالت الكتائب بأن جنين ليست وحدها كانت بالفعل تعني ما تقول جيدا، كما وأنه يؤكد أن هذه العملية التي جاءت اليوم عملية كدوميم جاءت لتؤكد من جديد جهوزية القسام والمقاومة كما يصفها للرد على أي تحرك من قبل إسرائيل على أي بقعة أرض. وأريد أن أنوه أيضا أن اليوم تبني حماس بصورة رسمية لهذه العملية تأتي بعد العديد بعد لأول مرة منذ العديد من السنوات التي بها بالفعل تتبنى حماس بشكل رسمي وعبر جناحها العسكري القسام هذه العملية. نعم أستاذ دكتور موشى، استمر في الطرح. كنت بدأت بالقول أن لربما يعني أي حرب مقبلة بين إسرائيل وحزب الله بالفعل ستعيد لبنان كما وصفت إلى ما قبل الكثير من السنوات.
أريد أن ألاحظ أن العملية التي كانت في قدوميم مضبوط كانت مؤيدة من قبل حماس، ولكن العملية كانت عملية الشخص بشكل منفرد، يعني ملاش أي علاقة لحماس. حماس إلا طبعا لا هذه العملية فيما يتعلق بقدوميم، وما حذر اليوم حماس بالكامل تبنت هذه العملية وتحديدا القسام ونشر. نعم أنا كنت حاكم جنين، وأنا حديت دليت 16 سنة في الضفة الغربية، وبعرف الضفة وبعرف حماس والجهاد الإسلامي وفتحوا كلهم. أقول لك بشكل واضح، حماس تريد أن تقوم اليوم بالتأسيس يعني خيمة أو بتأسيس منظمة إرهابية في شمال إسرائيل بإرشاد إيران بالثورة وبالسيرة لحزب الله عشان تقوم بمضايقات للمستوطنات في الشريط الحدودي الشمالي، ويمكن كمان تريد أن تمارس إطلاق صواريخ على إسرائيل مثل في غزة. إسرائيل تمنع هذا بكل قوة. فالعملية التي كانت في جنين هي طبعا الدليل على ذلك، أن إسرائيل تريد أن تقطع كل عمليات مثل عمليات حزب الله. هذا الارتباط الوحيد اللي شايفه بين لبنان وبين ما حصل في جنين. ولكن حماس تعرف اليوم أن السلطة الفلسطينية ضعيفة جدا. نعم دكتور مشاهد. انقلاب في ال. نعم دكتور مشاهد. للأسف لا زال خلي الوقت. نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ توم. يعني نعرف أن الحكومة طالبت إزالة الخيام فيما يتعلق بخيام حزب الله بطريقة دبلوماسية، وبعد الضغوط بالفعل كما ذكرت تم إزالة خيمة واحدة. اليوم هذا القصف برأيك من يخدم؟ هل بالفعل يخدم الجانب المتعلق بحزب الله؟ هذا القصف لا يخدم أحدا، لأنه لبنان ما بقى يقدر يتحمل أي خراب أما أي حتى ضربة عسكرية، لأنه حتى البنية التحتية ما بقى موجودة، لا كهرباء لا مي لا صورة لا شيء، يعني ما حدا عم بيقدر حتى يعمل صيانة لأي شغلة بلبنان. لبنان يعني صار من أنزع دول العالم وأكثر دول العالم فيهم تضخم مالي. الشعب اللبناني الشعب المسكين هو الضحية اليوم. كل هذا بالنتيجة اليوم عم بيخدم هيمنة حزب الله والدور الإيراني في المنطقة أكثر وأكثر، وخاصة بعد التراجع الدور الأمريكي من الشرق الأوسط. اليوم الدور الأمريكي بده يلعب خي يتركوا الستاتس كو مثل ما هو، لأنه عندنا مشاكل بعدة بلدان في العالم، وآخر هم عندنا التعاطي على الملف اللبناني الإسرائيلي. فلذلك الأمر إيران عم تستغل الوضع بالوقت الحاضر بعد التراجع الأمريكي. شفنا امبارح كيف حاولت تحجز باخرتين بالخليج الفارسي وكان في رد أمريكي، ولكن على الساحة اللبنانية هي الأضعف بالمنطقة. المنتصر بالوقت الحاضر هو حزب الله، هو مكبل لبنان على جميع المعطيات ومش عم بيقدر يترك لبنان. بقى إذا بده يكون في أي إجماع دولي وحتى إسرائيلي وعربي يجب أن يكون على تنفيذ القرار 1559 اللي بيجبر حزب الله بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية لإعادة نهضة الدولة اللبنانية قبل ما يفتح معركة في الجنوب اللبناني ما بيطلع منها. وربما ولكن فيما يتعلق بالخيام، ربما هذه يعني مسألة الخيام وهذا التحرك يمكن بالفعل أن يجر لبنان إلى حرب. أستاذ توم صحيح ربما، ومشان هيك مثل ما شفنا انه الحكومه الاسرائيليه نشرت القبه الحديديه على الشمال اللبناني، هل عندها اي معطيات؟ نحن ما عندنا اياهم بعد ربما، ولكن هي بدها تحمي شعبها على الشمال الاسرائيلي، دائما عندها تاخذ الاحتياطات اللازمه، ولكن الشعب اللبناني من سيحميه؟ الجيش اللبناني غير قادر، حزب الله عنده مخابئه، عنده سلاحه اللي عم بيستعمل سلاحه وقوة نفوذه على الشعب اللبناني مش على غير. فلذلك الأمر الضحية هيكون الشعب اللبناني. أنا بتصور أنا بتمنى أنه من الحكومة الإسرائيلية إذا هنالك من أي ضغوطات على الدولة اللبنانية تشتغل مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 1559 لتجريد سلاح حزب الله بالطريقة السلمية وليس بأي طريقة ثانية. نعم أستاذ، الفكرة للأسف لم يتبقى لي الوضع
الوقت يعني بالفعل موضوع كبير وهام جدا. أستاذ توم حرب مديرة التحالف الأمريكية الشرق أوسطي غسل من واشنطن، شكرا جزيلا لك. دكتور موشي العادل كولونيل الاحتيال في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربية، شكرا جزيلا لك. ودكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفنا الثاني، ابقوا معنا.